احتفالية خاصة أقيمت في القلعة الرياضية والاجتماعية النابضة نادي مدينة 6 أكتوبر. خلال برنامج سفراء فوق العادة، وبعد اجتماع اللجنة العليا لسفراء فوق العادة برئاسة الفنان القدير طارق دسوقي، تم تكريم معالي المستشار عبد الناصر خطاب رئيس مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر سفيرا فوق العادة إزاء مواقفه الجليلة وسيرته الذاتية الطيبة. وقد حضر الاحتفالية السادة أعضاء مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية وكبار العاملين والنماذج المشرفة من أبطال النادي في مختلف اللعبات.